صبرا يا فلذة قلبي، يا أبطالا تحدوا الموت فهزموه وتحدوا الحرب فأعجزوها، صبرا يا أبناء غزة، فإني رغم الركام والانهيار والازدحام لازلت أحملكم داخل فؤادي المحطم، فصبرا حتى يحين الموعد ويعلن النصر أنكم هزمتم صمت العالم وجبروت عدو لا يفهم ماذا تعني لكم الأوطان وكيف لبلدتكم القديمة أن تعود أقوى وأعظم. رسالة يوجهها قطاع غزة ومدنه الحزينة الواقعة تحت حصار لن ينتهي سوى بقهر عدو لطالما اعتقد أنه لا يقهر، إلى أبنائه الأبطال ذلك القطاع الذي تعرض لحرب شرسة لم تقوى فيها قوات الاحتلال سوى على هدم المنازل وزهق أرواح المدنيين، فحولت شوارعه لكومة من الركام وأجبرت ساكنيه على النزوح إلى مدينة رفح لتقتلهم خنقاً وجوعاً، ولم تكتفي فأكملت نصب شراكها لهم فقصفتهم غدراً. كنا قاعدين بنتفاجأ إلا صارت الضربة، هذه ضربة للمسجد اللي جنبنا طبعاً، لكن الدمار مسافة مش الجامع وبس، ما استهدفش الجامع وبس، استهدف محيط المسجد كله. طبعاً الاحتلال بيدعي أنه رفح مدينة آمنة، وإحنا نزحنا بناء على تعليمات الاحتلال، نزحنا إلى رفح على إنها منطقة آمنة. تفاجأنا أنه رفح زيها زي أي منطقة تستهدف بدون سابق إنذار، بدون تبليغ للناس أنه أخلينا من مربع لمربع زي ما طلب الاحتلال. ولكن تفاجأنا أنك ضربوا الأماكن اللي طلبوا الناس تنزح إليها. كيف بدعي الاحتلال أنها رفح مدينة آمنة أو منطقة آمنة؟ محاولة أخرى تؤكد خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشاعة أهدافها وحقيقة استهدافها لمدني القطاع المكلوم أينما رحلوا وكيفما كانوا. حتى في تلك المناطق الآمنة لا زال الاحتلال مصمماً على اختراق القوانين الإنسانية كافة والعبث بكل المعتقدات الدينية. في قوانين العدو لا توجد قوانين، وداخل ثنايا قلبه لا يبدو أن هناك نبضاً أو ضميراً يحرك قيادات ذلك الجيش أو أفراده الذين يعيثون في غزة فساداً ودماراً وقتلاً، حتى باتوا في نظر العالم أجمع شياطين ذلك الزمان.